فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الإبل أو على، هل على أهل الإبل، هل على أهل الإبل التي تكون في الطرقات وتتسبب في حوادث مرورية، هل عليهم دية؟ إذا كان صاحبها عندها ولم يبعدها عن طريق السيارات فعليه مسؤولية، أما إذا كان ما هو عندها، هي ترعى ولا عندها أحد، دخلت في الطريق ما على شيء، ورا السائق ما يقبل يترفق ويشوف اللي قدامه. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.